عصام يوسف. شفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة مدارس مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور الـ 32 من الموسم الثامن لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الثامن من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب2000 جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 3,600,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو من محافظة الإسماعيلية، نرحب كلنا بمدرسة هيئة قناة السويس. مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات تعد من أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر. قبل ثورة يوليو 1952 كانت مقراً للقوات الفرنسية والإنجليزية. في عام 1956 انتقلت تبعية المبنى إلى هيئة قناة السويس، وذلك عقب تأميم القناة. في عام 1963 قررت هيئة قناة السويس استغلال المبنى وتحويله إلى مؤسسة تعليمية لخدمة أبناء محافظة الإسماعيلية. هيمثل مدرسة هيئة قناة السويس في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم رنا أحمد. موهبة إلقاء الشعر والعزف على البيانو وتعلم اللغات، إحنا كلنا معتمدين على بعض، إحنا كل عمل لعليه، فإن شاء الله إحنا كتيم كله هنكسب. عبد الوهاب خالد. استعدت لنا بيت ببحث على كل المعلومات العامة وعلى قد ما أقدر، يعني بيت أقرأ في كذا كتاب وأتفرج على موسم قبل كده. وفايدة شريف. نفسي أكون دكتورة جراحة قلب، لأن أنا بحب دراسة القلب والدورة الدموية في الجسم والفينز والأرتريز. أحمد وائل. أنا شايف إن برنامج العباقرة برنامج كريم من النور، وشايف إن البنك الأهلي المصري عمل مجهود وبذل مجهود كبير جدا إن هو يوصل المدارس لحالة أحسن وأفضل عشان يتيح للجميع التعلم الذاتي. هيئة قناة السويس، الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. أول مرة تشاركوا معانا. احساسك ايه يا رنا؟ احساس جميل قوي، تجربه حلوه. احكي لسه هنجربها. يعني هو انا فرحانه بالتجربه ان احنا قرينا معلومات كتير وزادت من ثقافتنا، قرينا في مجالات كتيره واهتمينا بمعلومات اكتر، وحتى الاخبار العالميه بقينا متابعينها، ومن متابعتي للبرنامج هو عجبني جدا. انا عجبني يا رنا ان انت عايزه تبقي دكتوره وفي نفس الوقت بتحبي الرياضه، باسكت بول وتنس، وكمان بتلعبي شطرنج. بتعرفي تلعبي كويس؟ أوه. بجد؟ مين اللي علمك؟ مامي. مامتك علمتك؟ أوه. جميل. بتلعبي مع بعض؟ أوه. بتلعبي مع بعض، مين اللي بيكسب؟ بصراحة هي. هي اللي بتكسب. أوه. طبيعي جدا. بس مرة هكسبها إن شاء الله. كنت لسه هقولك، مع الوقت هتتدربي وهتبقي أحسن، وفي مرة هتخطفي ماتش. يا رب. جاهزة الماتش النهاردة؟ إن شاء الله. بالتوفيق يا رنا. يا رب. عبد الوهاب ورفايدة وأحمد، برحب بيكم وهنتكلم مع بعض وسط الحلقة. اما المدرسه الثانيه واللي هتنافس للوصول لدور ال16 من محافظه الشرقيه، نرحب كلنا بمدرسه الرؤيه الجديده. مدارس الرؤيه الجديده للغات تاسست المدرسه عام 2012 على يد كوكبه من رواد التربيه والتعليم في مدينه العاشر من رمضان بمحافظه الشرقيه. تسعى إلى إعداد جيل متميز مبدع واع مواكب لمتطلبات العصر، إضافة إلى تنمية مهارات الطلاب العلمية والرياضية والتكنولوجية. حصلت المدرسة على المراكز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية علميا ورياضيا. هيمثل مدرسة الرؤية الجديدة نيو فيجن في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم مريم طارق. استعدت لبرنامج العباقرة بأن أنا زودت معلوماتي
وقرأت في مجالات كتير واتفرجت على الحلقات القديمة وفرغت الأسئلة اللي فيها. عمر نادي رأيي إن برنامج العباقرة برنامج مفيد جدا، بيشجع الطلبة إن هم يتثقفوا ويعرفوا معلومات أكتر وينموا مهاراتهم ويتوسعوا في المعلومات بتاعتهم. مريم فاروق موهبة القراءة، بحب البيولوجي والكيمستري والماث وبخاف من التاريخ. استعديت ان انا جمعت معلومات من different encyclopedias وثقفت نفسي اكتر وحاولت اخش تحت الضغط بتجارب كتير وحطيت تحت ستريس كتير. يوسف عمر المدرسة عملت اختبارات عشان كله يتكافئ في الفرص، والحمد لله احنا عدينا في الاختبارات. طبعا مش فارق بيننا وبين زمايلنا، كل عمل اللي عليه والحمد لله اتأهلنا. رؤية جديدة الحمد لله على السلامة من الشرقية. سلام. نيو فيجن أول مرة تشاركوا معانا. مريم إحساسك إيه بقى؟ فخورة جدا إن أنا شاركت برنامج العباقرة، كان حلم من أحلامي إن أنا شارك برنامج العباقرة، من أفضل برنامج اللي أنا اتفرجت عليها. اشتركتوا إزاي؟ إحنا كان عندنا فكرة من زمان من وإحنا في إعدادي، بس كنا مترددين شوية. بعد كده عملنا امتحانات واجتزنا الامتحانات دي وبدأنا نشتغل على نفسنا ونعمل انريتشمنت للنولج اللي عندنا، والحمد لله ربنا وفقنا وابتدنا تصفيتين. مريم عايزة تبقي دكتورة أطفال، اشمعنى دكتورة أطفال؟ حد في العيلة دكتور أطفال؟ لا. امال اشمعنى انت قررتي تبقي دكتورة أطفال؟ هو أسهل مجال في الطب دكتورة أطفال. أسهل مجال؟ أنا في رأيي ده أصعب مجال، تخيلي بقى. ليه؟ إن الكبار لما بيبقوا عيانين بيقولوا لنا هم حاسين بإيه، بس الصغيرين محدش بيبقى عارف، بيعيطوا بس. غير لو أنت بقى بتعرفي تتعاملي مع الأطفال، ده موضوع تاني. تحبي الأطفال؟ طبعا. يبقى هتنجحي معاهم إن شاء الله. بالتوفيق يا مريم. عمر، مريم ويوسف برحب بيكم، وهنتكلم مع بعض وسط الحلقة. نحيي كلنا المدرستين، مدرسة نيو فيجن ومدرسة هيئة قناة السويس. العباقرة في الموسم الثامن 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: الصارم هو اسم الأحد الأسلحة عند العرب قديما، فما هو؟ عبد الوهاب. سيف. السيف طبعا إجابة صحيحة. السيف هي الإجابة الصحيحة. عبد الوهاب هتختار مين اللي يبتدي الأول؟ تمام. نيو فيجن انتوا اللي هتبتدي الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. نيو فيجن عندك سؤال في جغرافيا، في جوكر إن شاء الله. دوس على البازر. سؤال ب20 نقطة: المباراة هتبتدي بحماس جامد جدا. جغرافيا، والسؤال هو: محافظة في إيران تحمل اسم أحد البحار التي تطل عليها الدولة، فما هي؟ واحد من أشهر البحار في العالم. فات 8 ثواني وفاضل 8 ثواني. مريم. بحر المتوسط. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ رنا إجابتك. طهران. طهران. نهر طهران ب20 نقطة. إجابة مين؟ رنا. رنا. أنا. أيوة. أنا المسؤولة. رنا إجابة خاطئة. 4 اختيارات بس، خلي بالكو، بزائد 20 أو ناقص 10: أزوف، قزوين، مرمرة، تراقيا. ثانيتين. الإجابة الصحيحة قزوين. تمام. دلوقتي مدرسة هيئة قناة السويس عندك سؤال في جغرافيا، في جوكر؟ لا. جغرافيا، والسؤال هو: تريغلاف هو أعلى جبل في إحدى الدول الأوروبية وتتخذ رمزا على علمها،
فما هي؟ تريغلاف هو أعلى جبل في إحدى الدول الأوروبية وتتخذ رمزاً على علمها، فما هي؟ بيحب الجبال جداً. Nation of Mountain Lovers، شعب بيحب الجبال. إجابتك عبد الوهاب. أيسلندا. أيسلندا. رنا مش موافقة. هي تخمينة، أنا مش متأكد من كده. أيسلندا إجابة خاطئة. ما هيش أيسلندا. نيو فيجن، في إجابة ولا فيش إجابة؟ يوسف. إسبانيا. إسبانيا إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. سلوفينيا، بولندا، سويسرا، سلوفاكيا. خدتوا الريسك، وأنا بقى الحقيقة مش مقتنع. رفايدة خدت الريسك ليه؟ هو أنا قلت الإجابة من الأول اللي عمال أقولها لهم، بس إجابتك مش متأكدة. سويسرا. كنت متأكد إنك هتقولي سويسرا، وسويسرا إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة سلوفينيا. كده مدرسة هيئة قناة السويس هتبتدوا ناقص 5. دلوقتي عندنا سؤالين في التاريخ. نيو فيجن خدتوا الجوكر خلاص. تاريخ، والسؤال هو من هم أول حكام أجانب لمصر في التاريخ؟ أول ناس يحتلوا مصر كانوا مين؟ عشر ثواني. عمر إجابتك. الهكسوس. الهكسوس بعشر نقط. إجابة مين؟ احنا اتفقنا عليه كلنا. اتفقتوا عليه يعني مش هتزعل. الهكسوس إجابة صحيحة. الهكسوس هي الإجابة الصحيحة. أول عشر نقط في المباراة للنيو فيجن. نتيجة 10 نيو فيجن. هاي القناة السويس ناقص 5. وعندك سؤال في التاريخ، في جوكر تاريخ، والسؤال هو كرسي الملك إدوارد هو اللقب الذي يطلق على أحد مقاعد التتويج الملكية في العالم، ففي أي دولة؟ كرسي الملك إدوارد هو اللقب الذي يطلق على أحد مقاعد التتويج الملكية في العالم، ففي أي دولة؟ خمس ثواني. رفايدة. إنجلترا. إنجلترا. اتفقتوا مع بعض ولا اختلفتوا؟ اتفقنا بس مش متأكدين من الإجابة. اتفقتوا بس مش متأكدين من الإجابة. مفيش ملك في الدولة دي من ساعة الملك إدوارد غير ولازم يقعد على الكرسي ده. وإنجلترا إجابة صحيحة. إنجلترا هي الإجابة الصحيحة. أول عشر نقط لفريق هيئة قناة السويس. ورفايدة عوضت دلوقتي خمس نقط. هيئة قناة السويس 5، نيو فيجن 10. وعندك سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو من هو الكاتب الساخر المصري الراحل صاحب كتاب حمار من الشرق؟ طبعا توفيق الحكيم هو اللي كتب عصفور من الشرق. مين بقى اللي كتب حمار من الشرق؟ صحفي ساخر ومشهور جدا. ثلاث ثواني. يوسف إجابتك. يوسف إدريس. يوسف إدريس. يا يوسف إجابة خاطئة. يوسف إدريس ساخر يا راجل. يا راجل. في إجابة ولا فيش إجابة؟ رفايدة. توفيق الحكيم. إجابة مضحكة. مش عارف أقول لك إيه الحقيقة. أنا لسه قايل أنا قلت لكم عصفور من الشرق كده توفيق الحكيم، فتقولي لي هو نفس رفايدة. إجابة مضحكة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. محمود السعدني، أحمد رجب، جلال عامر، علي سالم. عجبني قوي رنا وهي بتعمل لكم كده.
محدش يقرب خلاص هي مرة واحدة صح. ولا احمد وائل مصمم لا يعني عايز برضه كنت عايز تقول ايه؟ هو محمود السعداني عشان كاتب الولد الشقي فممكن نبقى من الاسامي اللي هو بيسميها. الاجابة الصحيحة محمود السعداني. كنت هتاخد 10 نقط كنت هتاخد 10 نقط. سؤال في الادب لهيئة قناة السويس في جوكر ادب. والسؤال هو من هو الاديب الروسي الشهير صاحب رواية The House of Dead؟ دوستويفسكي. دوستويفسكي دي لعلمك سيرة ذاتية للكاتب أيام ما كان مسجون في سيبيريا. أحمد وائل إجابة إيه؟ ها؟ إجابة صحيحة فيودور دوستويفسكي هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط مهمين لهيئة قناة السويس. 15 هيئة قناة السويس. نيو فيجن 10. عندكم سؤال في العلوم. علوم والسؤال هو ما هو الرمز الكيميائي الحالي لعنصر الرونتجينيوم؟ رونتجينيوم نسبة إلى رونتجن. مريم طارق إجابتك RG. بس انتوا كان عندكم إجابة تانية مش هقدر أقول كنتوا بتقولوا إيه بس أنا سمعت منكم إجابة تانية اختلفتوا مع بعض بس مريم خدت القرار وقالت RG صح؟ ليه مشيت ورا كلام مريم؟ واثقين فيهم مش عارف ليه؟ عارف ليه؟ عشان مريم إجابة صحيحة. RG إجابة صحيحة وRM إجابة غلط. RM إجابة غلط وRG هي الإجابة الصح. 10 نقط وبكده نتيجة 20. نيو فيجن هاي القناة السويس 15. وعندكم آخر سؤال في العلوم وعندكم فرصة تاخدوا الجوكر. تمام في جوكر؟ في إن شاء الله. ما انت عايز تطلع دكتور صيدلي يا عبد الوهاب فخلاص عايز تطلع دكتور صيدلي يبقى العلوم لعبتك مفروض يعني صح. اخترت ليه تبقى صيدلي؟ والله يعني انا لقيت ان المجال ده يعني حلو في مصر وكمان في ادويه لسه ما اكتشفتش زي مثلا الفيروس سي لسه مكتشف قريب فبس فعايز يعني ان شاء الله يبقى ليه المجال اللي انا اكتشف حاجه جديده في الادويه. جميل جدا. خدت مركز اول جمهوريه في الدارتس. ابتديت امتى؟ هي اصلا الاتحاد ده يعني يعتبر معمول من 2014 مشرف 2014 ويعني داخل تقريبا 2015 بقى لي 4 سنين بلعب 3 سنين ما بجيبش حاجه السنه دي اول مره اجيب وجبت بطولتين ورا بعض اول جمهوريه ومنتخب مصر. انا عجبني جدا ان انت كمان رحت الرياضه مختلفه ولوحدك وان حصولك على المركز الاول على مستوى الجمهوريه دي حاجه مش سهله محدش عارف ممكن في المستقبل نسأل عنك في برنامج على بكرة. نحيي كلنا عبد الوهاب خالد بطل جمهورية يعني مش هزار يعني ما شاء الله برافو عليك عبد الوهاب. الله يخليك يا استاذ. عندنا سؤال في العلوم وفي جوكر بعشرين نقطة. تمام آخر سؤال في الفقرة علوم والسؤال هو The Interpretation of Dreams كتاب شكل محطة مهمة في تاريخ علم النفس التحليلي فمن هو مؤلفه؟ مين الألف؟ ثانيتين. رفايدة خدت قرار بعد 19 ثانية. إجابتك؟ أفلاطون. إجابة إيه؟ خاطئة. برافو عليك إجابة خاطئة مش أفلاطون. مريم سيجمنت فلورنت. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. سيجمند فرويد. إجابتك يا رنا سيجمند فرويد.
سيجمند فرويد. رنا مفروض تشكري مريم. شكرا يا مريم. الحقيقة لأن هي أدتك هدية. بس أنا كنت بفكر فيه صراحة. كنت بتفكري فيه بس هي أكدت لك المعلومة. بالضبط. كان الاسم موجود عندها ولكن نسيت الاسم التاني. علشان كده إجابتها كانت غلط ورنا إجابة صحيحة. سيجمند فرويد هي الإجابة الصحيحة. هعتبر إن دول 20 نقطة هدية من مريم فاروق. وبكده النتيجة 35 هيئة قناة السويس 20 نيو فيجن. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 55 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 110 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم الثامن عبقرية المدارس ومباراة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. هيئة قناة السويس 35، نيو فيجن 20. ونيو فيجن حصل عندنا تغييرين، يوسف محمد نزل مكان محمد ناجي، ويوسف طارق نزل مكان يوسف عمر. ايه موضوع يوسف ده؟ صح، ايه ده؟ 3 يوسف فريق واحد من 8. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ يوسف طارق. لازم اقول بقى مين يوسف؟ مين يوسف طارق؟ ازيك؟ الحمد لله. عايز تبقى دكتور جراح، والمجال ده حبيته ان هو مستقبله لسه يعني لسه، وفي مع الوقت في اكتشافات لسه هتظهر وحاجات اكتر، فحسيت ان انا ممكن اعمل فيه حاجه. جميل جدا. اخبار الجودو ايه؟ الحمد لله كويس. عامل مراكز كويسه جدا. 2018 مركز تاني، 2019 مركز خامس على الجمهورية. تمام. امتى هنوصل للمركز الاول؟ والله هو بتاعه 2018 دي الاول كان زميلي فهي جت كده في بيتها يعني. طيب 2020 هنروح فين بقى؟ ان شاء الله المركز الاول. مركز اول ان شاء الله. احنا بنسجل الكلام ده اهو ان شاء الله. عايزين نسال عنك في المستقبل. حاضر ان شاء الله. مين حصل على المركز الاول في الجمهورية في الجودو؟ ان شاء الله. جميل جدا، برافو عليك يا يوسف. كلنا نحيي يوسف طارق. يوسف محمد ده عنده حاجتين عكس بعض، عايز يبقى مهندس معماري وفي نفس الوقت بيحب الخيال العلمي. قولي شايف الاتنين ازاي؟ يعني هو انا بحب اقرا في مجال الخيال العلمي كتير، بس هو كان الهندسه المعماريه يعني انا بحبها من كمجال من وانا صغير. في حد في العيله مهندس معماري فانت متاثر بشغله مثلا؟ لا. لوحدك كده؟ طيب نفسك لو قلنا يوسف محمد هيبني حاجة أو هيرسم حاجة هتبقى إيه؟ ممكن مستشفى إن شاء الله. مستشفى؟ اشمعنى مستشفى؟ يعني هو ممكن أجرب يعني شكل جديد مثلا في مستشفيات كبنى والأوض والحاجات، يعني ممكن أقسمها تقسيمة جديدة إن شاء الله بفكر جديد يعني. جميل جدا، أفكار حلوة جدا، ربنا يوفقك وتقدر تنفذها. وحصل عندنا تغيير واحد في هيئة قناة السويس، محمد محمود نزل مكان أحمد وائل. محمد محمود ازيك؟ ازيك. طيار حربي. ياه، ليه بقى؟ ليه حربي دي؟ واحد مجال الطيار أصلا مش مجال سهل خالص، مجال صعب والخطورة فيه عالية جدا، والخطورة أعلى في الطيار الحربي، يعني ممكن نسبة الوفاة أصلا في التدريبات ذات نفسها بدون اي معركه بدون اي حاجه هو في نسبه وفاه اصلا في التدريبات. طب ايه اللي خلاك تفكر ان انت عايز تدخل في المجال ده؟ هو واحد، انا عايز اخدم بلدي، عايز اكون مؤثر عشان مصر. اتنين، انا فعلا من صغري نفسي اخش الجيش، نفسي اطلع ضابط، فاخترت اصعب حاجه ممكن الاقيها اللي ممكن تبقى تحدي وممكن احقق فيها حاجه بجد. ربنا يوفقك وتكمل حلمك. واخبار التجديف ايه؟ أخبار التجديف أنا لسه ما دخلتش بطولات، وبالذات عشان الامتحانات قربت فاضطريت أوقف تمرين،
بس بإذن الله ناوي أجيب بطولة السنة الجاية. بالتوفيق يا محمد. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. وأول حاجة نبتدي بيها واحد لواحد: رفايدة شريف ومريم فاروق. مريم فاروق ورفايدة شريف، هدوء هدوء، ده سؤال يعني واحد لواحد وسؤال سهل يعني مش صعب، مش محتاج كل الدوشة دي، صح ولا ايه؟ ان شاء الله. والسؤال هو: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينيات، ما هو المشروب الذي انتشر استعماله في معاملات البيع والشراء؟ ما هو المشروب الذي انتشر استعماله في معاملات البيع والشراء؟ الناس بدل ما كانت بتدفع فلوس كانوا بيقدموا مشروبات. هنخمن قوي كمان. هو سؤال الحقيقة دمه خفيف وغريب. العرقسوس. أصلاً قبل كده قريت إن العرقسوس استخدمه كمعاملة أو حاجة، بس من إمتى؟ العرقسوس؟ لا مش العرقسوس، بس هي الحقيقة هي الحقيقة العرقسوس تضحك شوية. ماشي. يعني العرقسوس في الاتحاد السوفيتي تضحك. ماشي. تفتكري عندهم الراجل بتاع العرقسوس ماشي بتاع السوفيتي؟ ما اعرفش، ما شفتوش. انا مش عارف لعلمك، مش عارف انا كمان مش عارف والله، بس يعني اجابتك دمها خفيف. ماشي. ها العرقسوس اجابه ايه؟ مضحكه. برافو عليكي، اجابه مضحكه. هتروحي بقى ايه؟ طمرينزي. طبيعي بقى يعني في رمضان بقى والعرقسوس طمرينزي وكده. مريم في إجابة؟ يلا دوس على البز. شاي. والله انتوا طيبين قوي. والله العظيم انتوا طيبين جدا ودمكم خفيف وقلبكم ابيض ولعلمكم احنا اللي شريرين، احنا كفريق اعداد شريرين جدا. مريم إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الفودكا. تفضلوا. دلوقتي عندنا سؤال في الرياضة. يوسف عبد الوهاب، عبد الوهاب يوسف. رياضة، والسؤال هو: ينتمي ملعب مستايا إلى أحد أشهر الأندية الإسبانية، فما اسمه؟ نادي ايه اللي عنده ملعب مستايا؟ اشبيليا. اشبيليا يا يوسف، اجابة خاطئة. عبد الوهاب. تخمينة. حقك. اتلتيكو بالباو. تخمينتك اجابة خاطئة. الاجابة الصحيحة فالنسيا. ايوه والله انا بالظبط. نقعد بقى نشتكي بقى بعد السؤال، خلاص عرضك. اتفضلوا. تكنولوجيا، محمد محمود، يوسف محمد. هنشوف سؤال في التكنولوجيا. هدوم الجمهور. تكنولوجيا، والسؤال هو: في مجال شاشات التلفزيون إلى ما يشير اختصار FHD؟ Full HD. Full HD، كل حرف بيقول كلمة. HD Full High Difficulty. High Difficulty. High Difficulty غلط. Full High Difficulty إجابة خطأ. هي تخمينة.
Full High Dimensions. Dimensions إجابة خاطئة. هي Full High فعلا. Full High Definition. Hard luck. تفضل. آخر سؤال واحد لواحد. رنا ومريم طارق. مريم طارق ورنا. عجبني قوي يا مريم ان انتوا فريق مريم ويوسف. مريم هم كده بس يوسف ومريم. مريم ويوسف هي محافظة الشرقية عندهم اربع اسماء بس. مريم ويوسف. مريم ويوسف ويوسف ومريم. سؤال في القدرات الذهنية. وخلي بالكم لغاية دلوقتي مفيش حد جاوب على ولا سؤال واحد لواحد. السؤال اللي جاي بقول لكم من دلوقتي سهل جدا مش صعب بس عايز شوية تركيز. قدرات ذهنية. والسؤال هو إذا كانت في تعني الجمع وعلى تعني الطرح. حل المسألة الآتية. 22 في 33 على 55 في 66 يساوي كام؟ صفر. صفر يا مريم. مش عارف ليه مستعجلة. إجابة خاطئة. ما عارفش جبت صفر دي منين. رنا إجابتك 56. تعالوا نحلها سوا. 56 إجابة خاطئة. 22 زائد 33 كام؟ 55. 55 ناقص 55 يبقى صفر. ده 66. 66 زائد 66 يبقى 66. ده مش محتاج ورقة أو قلم. خالص مش محتاج ورقة أو قلم. شفتوا بتضيعوا نقط مهمة منكم جدا. يلا اتفضلوا. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة. فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة. سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. وأول سؤال في السينما والمسرح. الأسئلة تعتمد على السرعة. ليكم انتوا التمانية. سينما ومسرح. والسؤال هو جليسة أطفال تعد من أهم شخصيات أفلام ديزني وأدتها الممثلتان جولي أندروز وأميلي بلانت. فمن هي؟ محمد محمود. داني مكفي. محمد محمود. ورانا مبسوطة جدا. وإجابة خاطئة. مش عارف مبسوطين ليه. إجابة غلط يعني. يا ترى في إجابة في نيو فيجن ولا مفيش إجابة؟ مفيش. الإجابة الصحيحة ماري بوبينز. مين دي؟ السؤال التاني في الأغاني والموسيقى. وحنسمع أغنية أغاني موسيقى. والسؤال هو من هو المغني البريطاني الذي شارك خالد غناء Beautiful People؟ مريم إتشيرن. إتشيرن. انت عارف الأغنية طبعا. بغنيها أصلا. بتغنيها. طيب مريم أخبار الحزام الأسود في الكاراتيه إيه؟ كويس الحمد لله. أنا سمعت أن انت عاملة يعني عاملة شغل في الكاراتيه. هاي اتدربتي من وانت عندك كم سنه؟ 7 سنين. 7 سنين ومستمره؟ الحمد لله. اخر بطوله دخلتيها كانت امتى؟ كانت من اسبوعين. من اسبوعين. عملتي ايه؟ اول شرقيه وثالث شرقيه. يعني اول جماعي وثالث فردي. اول جماعي وتاني وثالث فردي. اول جماعي وثالث فردي. انا عجبني جدا ان انتم مستمرين. في ناس كتير كان دايما اقول لهم يقولوا لي احنا بنلعب كاراتيه وبطلنا، بنلعب جودو وبطلنا، بس انتم مكملين. برافو عليك يا مريم. كلنا نحيي البطلة مريم فاروق. ايه بقى موضوع انك بتحب الاساطير ده؟ يعني انا بحب اقرأ يعني للشخصيات البارزة عشان اتعلم منهم واستخلص العبر والعظات. مين الشخصية المفضلة ليكي؟ يعني اللي قرأتها في الاخر يعني ولا انا اخر كتاب قرأته عن ملالا. ملالا يوسف زاي. شخصية عظيمة جدا. وليه يا مريم عايزة تبقي دكتورة؟ دكتورة قلب؟ ليه؟
يعني انا اكتر حاجه بتصعب عليا الاطفال اللي بيتولدوا عندهم ثقب في القلب وكده. يعني انت عايزه كمان تتخصصي دكتورة قلب للاطفال؟ اه ده انت فاهمه انت عايزه تعملي ايه. كويس قوي، شكرا، ربنا يوفقك يا مريم، اشكرك. الاجابه الصحيحه اد شيرن. اجابه صحيحه مريم، 10 نقط، وكل النتيجه 30 فيجن 35 هيئه قناه السويس. ودلوقتي عندنا سؤال في اللوحات والمعالم، والسؤال هو التحية الأخيرة في السيرك أحد أشهر أعمال فنان مصري راحل، فمن هو؟ يوسف. محمد الحل. أنت قصدك محمد الحلو عشان قلت السيرك ولا إيه؟ مش فاهم. محمد الحلو. إجابة مضحكة. تخمينة راغب عياد. كويس انك قلت راغب علامة مثلا. الحمد لله جت سليمة يعني. عبد الوهاب. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الفنان الراحل العظيم سيف ونلي. رفايدة. قولي لي يا رفايدة. اه. أنت كمان عايز تبقي دكتورة قلب، أنا مش عارف النهاردة إيه حكاية القلب، مش عارف الحقيقة. يعني كلكم عايزين تبقوا دكاترة قلب، إشمعنى بقى يا رفايدة؟ لا أنا بحب دراسة البلاد كابيلاريز والأرتريز وفينز، البلاد سيركيليشن عموما في الجسم يعني. كويس. وأنا بدرسها في خمسة ابتدائي، كان عاجبني الموضوع جدا يعني. من خمسة ابتدائي؟ اه. طيب أخبار الرياضة إيه؟ بتلعبي تنس؟ اه، بتفرج أكتر مش بلعب. بتحبي تفرجي مين بقى بتعتبريه من أحسن اللعيبة بالنسبة لك؟ روجر فيدرر. فيدرر طبعا، أنا بحب فيدرر جدا. جدا بصراحة. وجوكوفيتش. وجوكوفيتش. أيوه. وجوكوفيتش. ونادال كده نادال. جميل جدا. بتشجعي الإسماعيلي مش زي محمد محمود ها؟ صح؟ تحبي مين في الإسماعيلي؟ أنا مش بتابع كورة قد كده، بس يعني باباك إسماعيلي فأنا ماشية معايا. اه يعني أنتِ عشان باباك مشجع الإسماعيلي فأنتِ بتشجعي الإسماعيلي أنتِ كمان. ما اقدرش الومه. فريق كبير وفريق عظيم فريق الاسماعيلي، نحيي كلنا فريق الاسماعيلي. اخر سؤال في سرعه البديهه، وعايزين 10 نقط كده، مش هينفع البنك الاهلي هيزعل منكم يعني، ولا هيعرف يطور مدارس ولا هيعرف يشتغل ولا يعني. اروح لهم اقول لهم ايه؟ خلصت الحلقه ب 30 35. سرعه البديهه، والسؤال هو يعبر القناعان في الصورة عن أحد الفنون العالمية، فما هو؟ مسرح. المسرح. عبد الوهاب خالد. إجابة صحيحة. المسرح هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة اتغيرت 45 هيئة قناة السويس 30 نيو فيجن. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 20 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 40,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 150,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس، ومباراة مهمة جدا في دور ال 32. الحقيقة مباراة غريبة جدا، دماغ خفيف، مفيش إجابات آه بس دماغ خفيف. وهفكركم بالنتيجة، هيئة قناة سويس الإسماعيلية 45 ونيو فيجن الشرقية 30. نيو فيجن حصل عندنا تغيير، عمر ناجي رجع مكان يوسف محمد. وفي هيئة قناة السويس حصل عندنا تغييرين، ألاء صلاح نزلت مكان رفايدة شريف، وأحمد وائل رجع مكان محمد محمود. ألاء، ازيك يا ألاء؟ الحمد لله. قولي لي بتفكري ازاي في المستقبل؟ انت عايزه تبقي مترجمه. اه. وكتب اطفال. اه. التخصص ده طبعا تخصص، انا اتولدت في بيت مهتم بكتب الاطفال، ما عنديش حاجه تانية في بيتنا غير كتب الاطفال. قولي لي فكرت ازاي؟
أولا أنا بحب الإنجليش جدا وبحب أن أنا أتعرف على حاجات الإنجليش عامة. وبعدين لاحظت أنه الحضارات الغربية اللي معظمها بيتكلم باللغة الإنجليزية بقى عندهم تطور أحسن وبقى عندهم مورالز أحسن. يعني لما جيت فكرت فيها أكيد المورالز أو أكيد الحاجات دي بتبتدي من وهم صغيرين. صح عندك حق. فلو إن إحنا ابتدأنا لو إن إحنا ابتدينا بيها من هم صغيرين من وأطفالنا هنا في مصر أو في العالم العربي وهم صغيرين يعني hopefully إن يكون المستقبل أحسن من الناحية المورال وحتى من ناحية نظرتهم لنفسهم وبنائهم لشخصيتهم. بحييكي جدا على تفكيرك. أخبار الرياضة إيه؟ كاراتيه؟ كنت بلعب كاراتيه أخذت لغاية ما وصلت الحزام الأخضر بعد كده بطلته. هترجعي تكملي ولا كفاية كده؟ لا كفاية كده. والكمان؟ أنا حبيت قوي فكرة الكمان لأن أنا حسيت أنه الصوت بتاعه حلو قوي. ده كان أول نظرة ليا من برا. فروحت مكتبة في إسماعيلية اسمها مكتبة مصر العامة رحت اتعلمت هناك. عجبني قوي أن هي ليها تكنيكس معينة يعني بتعتمد على الدقة أكتر. فدي أكتر حاجة عجبتني بس أنا بعتبرها هواية يعني مش أن هي لازم أن هي تكون حاجة بروفيشنال أو أن يكون قدام أودينس وكده. جميل جدا. وحباها ومكملة فيها؟ في المدرسة. كملي بالعكس دي هواية حلوة قوي وكملي فيها بتخرج طاقات إيجابية جدا. كتير. نرجع لماتش النهاردة ودلوقتي مع الفقرة الرابعة فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. مدرسة هيئة قناة السويس اختارت عبد الوهاب خالد ومدرسة نيو فيجن اختارت مريم فاروق. اتفضلوا 10 أسئلة في 45 ثانية. موضوع مش سهل. مريم انت هتبتدي الاول صح؟ صح. هتروح تسمع موسيقى اتفضل عند سمر عبد الوهاب وهتجينا بعد كده. مريم السؤال اللي مش هتعرفي تجاوبيه هتقولي ايه؟ بس عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا ما تضيعيش وقت. اتفقنا؟ انتوا محتاجين كل النقط. تعالي نطمن كده نشوف عبد الوهاب اخباره ايه. تمام؟ مبسوط جدا. تلاقيش هيجي مكانك دلوقتي حالا. جاهزة؟ تحت الضغط كاونتر. من هو الفنان الذي قام بغناء لكل عاشق وطن؟ محمد منير. غلط. في أي خليج يصب نهر الجانج؟ بس كم عدد ألوان علم دولة باكستان؟ 3. غلط. إلى أي دولة تتبع شبه جزيرة كولا؟ بس الحبشة هو الاسم القديم لأحد الدول الإفريقية فما هي؟ إثيوبيا. صح. ما هو نظام الحكم في دولة باراغواي؟ بس في أي مدينة تقام بطولة أستراليا المفتوحة للتنس؟ سيدني. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور لمياء في مسلسل سابع جار؟ بس ما هو رمز كيميائي العنصر الإيريديوم؟ عندنا إجابة واحدة بس يا مريم اتفضلي. إجابة واحدة بس صح بخمس نقط. سمر عايزين عبد الوهاب ينضم لينا. هنشوف عبد الوهاب هيعمل إيه. تحت ضغط صعبة صح؟ ما بينفعش نستنى وبنحاول نخمن حتى لو إجابة مش عندنا. عبد الوهاب تعالى مكاني. عبد الوهاب مريم جاوبت على سؤال واحد بس. لو انت جاوبت على اكتر من سؤال هتاخد 10 نقط هدية كمان. لو الاجابة مش عندك هتقول ايه؟ بص. تمام. تحت الضغط كاونتر. من هو الفنان الذي قام بغناء لكل عاشق وطن؟ مدحت صالح. غلط. في اي خليج يصب نهر الجانج؟ بص. كم عدد الوان علم دولة باكستان؟ 3. غلط. بص. الى اي دولة تتبع شبه جزيرة كولا؟ بص. الحبشة هو الاسم القديم لأحد الدول الإفريقية فما هي؟ أسوان. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة باراغواي؟ جمهوري. صح. في أي مدينة تقام بطولة أستراليا المفتوحة للتنس؟ أستراليا. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور لميا في مسلسل سابع جار؟ بص. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر الإيريديوم؟ إيه آر. غلط. يعد وانت كمان عندك إجابة واحدة بس صح. تعال مكاني. ياه مع ان الأسئلة مش صعبة يا غريبة عندي بس انا التفكير مش عايز اضيع وقت. مش عايز تضيع وقت فضيعت إجابات لأسئلة سهلة.
5 نقط بس لكل مدرسة. كلنا نشكر عبد الوهاب ومريم. مريم وعبد الوهاب اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. هيئة قناة السويس 50، نيو فيجن 35. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش السهلة جدا. من هو الفنان الذي قام بغناء لكل عاشق وطن؟ بس أنا مش فكر. خالد سليم. خالد سليم. في أي خليج يصب نهر الجان؟ خليج العرب. خليج البنغال. كم عدد ألوان علم دولة باكستان؟ أربعة. هم إيه الأربعة؟ معرفش. هم لونين أبيض وأخضر. إلى أي دولة تتبع شبه جزيرة كولا؟ روسيا. في أي مدينة تقام بطولة استراليا المفتوحة للتنس؟ ملبورن. من هي الفنانة التي قامت بدور لمياء في مسلسل دلال عبد العزيز؟ بالضبط كده، في مسلسل سابع جار، الفنانة دلال عبد العزيز. ما هو الرمز الكيميائي العنصر الإيريديوم؟ R. I. R. ما هو نظام الحكم في دولة باراغواي؟ جمهوري. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، وأول اتنين أحمد وائل ومريم فاروق. مريم فاروق وأحمد وائل، وهنشوف مين اللي هيحرز الهدف الأول. أحمد وائل ازيك؟ الحمد لله. أحمد وائل، أنت عايز تدرس تكنولوجيا ومهتم بعلوم الفضاء وعايز تشتغل في ناسا. ما شاء الله. فكرت ازاي في الفكرة؟ هو أولا الموضوع في الوطن العربي مش منتشر بصفة عامة، عشان ناس الكليات المتخصصة في المجال ده مفيش حد مصري دخل ناسا غير عصام حجي. عايز إن شاء الله أبقى تاني مصري أخش مع ناسا. ودكتور فاروق الباز، يا نهار أبيض. لا، في الجيل الحديث، الجيل الحديث، الفترة الزمنية دي اللي هو إن شاء الله هلحقه. يعني دكتور فاروق الباز ربنا يديله الصحة موجود ولغاية دلوقتي موجود في ناسا. حد في جيلي. لا، ولا دكتور عصام في جيلك. حجي حوالي 35 سنة. بس ده مش جيلك برضو. لا مش جيلي، بقى قريب مني. قريب منك. إن شاء الله. قولي، فأنت عايز تكمل في المجال ده، عايز تدرس فين؟ أنا بفكر إن شاء الله في تكنولوجيا وعلوم الفضاء هنا في مصر. لسه في الحاجة دي، فهستعلم معانا إن شاء الله، وإن شاء الله منها أطلع على ناسا بإذن الله. جميل جدا. وفي نفس الوقت بتحب التصوير. بتحب تصور ايه؟ بحب اصور الطبيعة. جميل جدا. معاك كاميرا وبتتحرك. وبصور الطبيعة، اسكندرية، اسماعيلية. حلو جدا. مريم، 35 و25 يبقوا كام؟ 60. تمام. و50 و25؟ 75. طيب، 25 نقطة لمدرسة واحدة بس. السؤال الأول، في أي بحر تقع جزيرة الزبرجد؟ الزبرجد حجر كريم. في أي بحر تقع جزيرة الزبرجد؟ البحر العربي. البحر العربي، إجابة خاطئة. مش البحر العربي. أحمد وائل. البحر الكاريبي. البحر الكاريبي، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة البحر الأحمر. ده اسم عربي صح؟ رايحين بعيد ليه؟ البحر الأحمر. تفضلوا. آلاء صلاح ومريم طارق. مريم وآلاء، هدوم وجمهور. والسؤال اللي جاي مش في القدرات الذهنية، معاك ورقة وقلم مش هتحتاجوه. السؤال اللي جاي في المعلومات العامة. السؤال التاني، من هو ثاني رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية؟ مين اللي جه بعد جورج واشنطن؟ إبراهام لينكولن. إجابة خاطئة.
في إجابة؟ لا مفيش إجابة. الإجابة الصحيحة جون أدمز. تفضلوا. ده تاني رئيس لأمريكا من 1797 ل 1801. عبد الوهاب ويوسف. يوسف عبد الوهاب ومفيش أسئلة بتتجاوب. السؤال اللي جاي بقى مهم جدا. ليه؟ لأنه قرب المسافة لل 25 نقطة. السؤال الثالث. كم عدد منتخبات كرة القدم الإفريقية التي تأهلت لأولمبياد طوكيو 2020؟ أربعة. إجابة خاطئة. مش أربعة. إجابتك. اثنين. مش منتخب مصر و... لا. خمسة. اثنين. إجابة خاطئة. خمسة غلط. لا. الإجابة الصحيحة ثلاثة. أول وثاني وثالث. مصر وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار. تفضلوا. ثلاث أهداف بلا أهداف. السؤال الرابع. رنا ومحمد ناجي. محمد ناجي ورنا. عمر ناجي. رنا وعمر ناجي. عمر ناجي ورنا. والغريب جدا ان احنا ما عندناش ولا سؤال تجاوب واحد لواحد في المعرفة ولا سؤال تجاوب في ضربات الجزاء واحد لواحد. السؤال ده بقى ب 25 نقطة ومش محتاجين ورقة وقلم. السؤال الرابع. من هو الأديب المصري الراحل صاحب كتاب فقاقيع؟ أديب مصري راحل مشهور جدا. إجابتك. يوسف إدريس. يوسف إدريس إجابة خاطئة. رنا. يوسف السباعي. يوسف السباعي إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة دكتور أحمد خالد توفيق. تفضلوا. ولا سؤال اتجاوب في أربع أسئلة ضربات جزاء. في الحالة دي بنحتكم إلى الهدف الذهبي. سؤال ليكم انتوا التمانية وسؤال بخمسة وعشرين نقطة. الهدف الذهبي. في إطار أي حرب قامت معركة تروينا على إيطاليا؟ عمر ناجي. الحرب العالمية الثانية. عمر أنت عايز تبقى دكتور صح؟ جراح إن شاء الله. ليه جراح؟ عشان المجال ده مش متطور قوي في مصر. إزاي؟ يعني تحدي صعب. وأنا هو تحدي صعب بس أكيد مش متطور. لأ أنا عاوز أتخصص في جراحة مخ وأعصاب. مخ وأعصاب كمان إن شاء الله. طيب أخبار السلة والسباحة إيه؟ يعني هوايات. هوايات بس مواظب عليهم؟ لا مش قوي. مش قوي. عمر إجابتك؟ الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية ب 25 نقطة. إجابة صحيحة. الحرب العالمية الثانية هي الإجابة الصحيحة. 25 نقطة لمدرسة نيو فيجن. وبكده النتيجة اتغيرت. مدرسة نيو فيجن 60، مدرسة قناة السويس بالإسماعيلية 50. الحلقة غريبة جدا. الأسئلة سهلة وما بتتجاوبش. مش عارف المشكلة فين. التوتر والضغط. الإجابات كنا عارفينها كلها بس ما عرفناش نجاوب. حتى التخمين مش رايح في مكان طبيعي. الفريق بتاعي كان معتمد عليا في ضربات الجزاء بما اني اخر واحده نازله وكنا لازم نجيب الهدف ده بس للاسف ضاع. اجابه خاطئه. سؤال الهدف الذهبي 25 نقطه. عمر جاوبه وغيرت النتيجه. اجابه صحيحه. حلقه النهارده درس مهم ليهم هما الاثنين. العباقره ما فيش فيها هزار. اللي مش مستعد يتحمل النتيجه. الأداء ده احنا مش راضيين عنه تماما. موضوع الامتحانات والمذاكرة مأثر علينا جدا. إن شاء الله الحلقات الجاية هنبهركم كله. خلينا نشوف عادة الحظ هتعمل ايه. مين اللي هيكمل معانا مشوار البطولة ومين اللي هيودع البطولة. المباراة
لسه في الملعب. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 35 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 70,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 220,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم الثامن عباقرة المدارس، ومباراة مهمة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. 60 مدرسة نيو فيجن الشرقية، 50 مدرسة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال رقية أحمد. اتفضل يا رقية. هنشوف السؤال الأول لمدرسة نيو فيجن الرؤية الجديدة، موضوعه إيه؟ لفة كاملة يا رقية. جوكر، جوكر يا رقية، عملت اللي عليكي. تحب يا رقية تسأله في إيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية نيو فيجن، سؤال في القدرات الذهنية، يا ترى 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30. يوسع البازر. سؤال ب 30 نقطة قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 11 في 11 زائد 12 في 12 ناقص 13 في 13 يساوي كام؟ ثانيتين، ثانية، مفيش إجابة. في إجابة؟ ثواني، مفيش إجابة. كده مفيش إجابة في المدرستين. الإجابة الصحيحة 96. سؤال التاني هديل جمال، تفضل يا هديل. هنشوف هديل جمال والسؤال التاني موضوعه إيه. فنون، سؤال في الفنون، يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 20 نقطة. فنون، والسؤال هو: ما هو الفيلم الحاصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2019؟ عشر ثواني. رنا، The Beautiful Mind. The Beautiful Mind 2019 يا رنا، ازاي؟ رنا إجابة خاطئة. في إجابة؟ مريم، Fast and Furious 7. Fast and Furious 7 إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة The Green Book. ده أوسكار 2019، يعني حاجة قريبة جداً. ريناد، تفضل يا ريناد. ريناد أحمد، وهنشوف السؤال اللي جاي لريناد موضوعه إيه. لفة كاملة يا ريناد. جوكر، جوكر تاني. طيب يا ريناد، تحب يتسألوا في ايه؟ قدرات ذهنية تاني؟ اه. طيب هنشوف قدرات ذهنية، والسؤال بعشرين نقطة. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 22 في 6 زائد 5 في 15 على 3 يساوي كام؟
مريم اجابتك 167 اجابه خاطئه. اخد اجابه حالا. احمد وائل 181 اجابه خاطئه. كم 157 بالظبط كده يا مريم. بتستعجلي كل مره، كان عندك كم ثانيه تفكري. زي ما مريم قالت الاجابه الصحيحه 157. السؤال الاخير يوسف حمدي، اتفضل يا يوسف. السؤال الاخير ليوسف حمدي وهنشوف موضوع السؤال ايه. معلومات عامه، سؤال في المعلومات العامه. يا ترى السؤال ب20 نقطه ولا ب30 نقطه؟ اخر سؤال. سؤال في المعلومات العامة ب30 نقطة. لو الإجابة صح ألف مبروك، تأهلتوا لدور الستاشر. لو الإجابة غلط من غير ما نيو فيجن تجاوب وصلتوا لدور الستاشر. معلومات عامة والسؤال هو: ما هي أعلى دولة في العالم إنتاجا لزيت الزيتون في عام 2019؟ أنتجت 50% من زيت الزيتون في العالم. ألاء. السعودية. السعودية. والسعودية يا ألاء إجابة خاطئة. يوسف طارق عندك إجابة؟ أسبانيا. أنت رحت بلد أوروبي واتفقنا عليها كلنا. اتفقتوا عليها كلكم. قبل ما اقول لك اجابتك صح ولا غلط يا يوسف، معانا النهارده افضل لاعب ب 30 نقطة بالسؤال ده، اسبانيا اجابة صحيحة. اسبانيا الاجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 90 نيو فيجن، 50 هيئة قناة السويس. هيئة قناة السويس هارد لك، تجربة صعبة ولكنها مهمة، محدش بيتعلم من المكسب. الموقف اللي حصل النهاردة في مباراة النهاردة يخليكوا ترجعوا نفسكم مرة تانية، تعرفوا ان انتم محتاجين تعملوا مجهود اكتر من كده بكتير علشان تعرفوا تكملوا في بطولة زي دي. هارد لك لمدرسة هيئة قناة السويس ونحيها كلنا. مدرسة نيو فيجن، بالرغم من ان انتوا تأهلتوا بدور الستاشر، ولكن انا بنصحكم نصيحة، المستوى ده مش مستوى يؤهلكم للاستمرار في البطولة، محتاجين تراجعوا نفسكم. عندكم فرصة تستعدوا كويس قوي للي جاي، لان اللي جاي اصعب بكتير من ماتش النهارده. الف مبروك، اتأهلتوا لدور الستاشر. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقه النهارده 140 نقطه، وكل نقطه ب 2000 جنيه بما يساوي 280,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 3,880,000 جنيه من البنك الاهلي للمشاركه في النهوض بالمنظومه التعليميه في مصر. هاي قناه السويس، هارد لك، مدرسه نيو فيجن، الف مبروك، اتأهلتوا الدور الستاشر. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هو الحمد لله إن احنا كسبنا، بس احنا أداءنا ما كانش كويس النهاردة، بس برضو احنا في فترة ضغط كبير وأول مرة نشارك. هو الحمد لله إن احنا كسبنا النهاردة ورغم الأداء الوحش، بس ده طبعا يرجع إن احنا في فترة ضغط كبيرة وكان التوتر ليه دور كبير النهاردة. كفريق احنا حسينا ان احنا محدش فينا قصر، احنا كله تعب وكل عمل اللي عليه، بس الاداء اللي هنا ده مكناش متوقعينه خالص.